نناقش في هذه الخطبة بعض الأمور والإرهاصات التي حدثت في هذا الأسبوع الغني بالأحداث، والتي قد شكلت مرحلة جديدة للعراقيين لم يمر عليكم مثلها من قبل، إلا إنني قد رأيت مثل هذا كثير، فقد تعلمنا على المخاطر والبلاءات من حين الولادة إلى يومنا هذا. وبطبيعة الحال فمن يتصدى للمجتمع كآمر بالمعروف وناهي عن المنكر ما يكون الرد من المجتمع ومن الأعداء خصوصا إلا التضييق عليه ومعاداته. واعلموا أني لم أتصدى لذلك إلا بعد علمي ويقيني بأن الأعداء سوف يتربصون بنا الدوائر كما فعلوه سابقا، وبعد علمي ويقيني بأن ذلك يؤدي إلى القتل، فليعلموا إني لا أرضى بغير الشهادة نهاية وبغير الحق طريقا. إذن كل ذلك لا يزيدني ولا يزيدكم إلا إيمانا وقوة بعونه تعالى. ومن الأمور المهمة التي يجب مناقشتها أو قل ذكرها، أولا الرد الذي قمتم به ضد الاعتداءات الأمريكية على الحوزة العلمية كانت نعم الرد، جزاكم الله خير جزاء المحسنين، وبالفعل كان نصرا من الله وفتحا قريب، وبذلك جعلتم من الحوزة حصنا منيعا لا يمكن لأحد بعد ذلك التعدي عليها، وكنتم بالفعل الثمرة اليانعة التي سقى أصلها الدماء الزاكيات التي بها اهتدينا وبها تجمعنا. وبالنسبة لي فأنا لا أنسى هذه الوقفة المشرفة والصفحة المشرقة من صفحات الحب والإخلاص، واعلموا أن قلبي لكم شاكر ونفسي لكم محبة. ثانيا إني لأجد عيني لما أرى دامعة، وأذني إلى ما تسمع واعية، وجوارحي إلى ما تحس خاشعة، فإن إقبالكم على التطوع والتحاقكم بجيش الإمام عجل الله فرجه نعم الخطوة الجبارة ونعم الطاعة القهارة. وكأن هذه الجموع تذكرني بالجموع التي أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتبايعه، وأنتم بإقبالكم على الجيش تبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وتعلنون الطاعة والولاء لقائدكم وإمامكم ووليكم صاحب الزمان القائم المهدي عجل الله فرجه. والتفتوا إلى هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثالثا قامت قوات الاحتلال بمحاصرة النجف مدعية أن ذلك فيه حفظ النظام والأمن والاستقرار، فنقول أزاء ذلك عدة نقاط، منها واحد أن حفظ الأمن لا يكون بالحصار، لأن الحصار أمر إرهابي لا يجوز فعله لا عقلا ولا نقلا، بل إنه نفس ما كان يقوم به النظام السابق الذي نعتموه بالإرهابي. إذن فأنتم كذلك سائرون على نهجه وسائر على نهجكم، والكافرين بعضهم أولياء بعض. اثنين أن حصار النجف معناه حصار عاصمة الشيعة، وبالتالي حصار جميع الشيعة، وهذا غاية في الإرهاب وإثارة الفتنة، ويزيد من الأمور تعقيدا وليس حلا للمشكلة.
وما يدعى من أن أهالي النجف يريدون ذلك، أي بقاء القوات المحتلة في النجف، باطل، بدليل ما قاموا به من تظاهرة كبيرة للمطالبة بخروج قوات التحالف من النجف الأشرف. وإن كان هناك مثل ذلك فهو ليس بمسلم من يقبل الاحتلال ويقبل أن تدنس أرض المقدسات. وعموما فإن أرض النجف غير مختصة بأهل النجف، بل هي عاصمة المسلمين كافة. ثلاثة، إن حصار النجف معناه استيلاء على المقدسات وعلى الصحن الشريف الذي هي قائمة به، فهذه مدينة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأي تعد عليها فهو تعد عليه والعياذ بالله. وهذا مما لا نسمح به لا من قريب ولا من بعيد. وأستغل هذه الفرصة للمطالبة بأن ترفع القوات المحتلة ومن عينته على الأوقاف والمراقد وغيرها يده عنها فورا، وأن تكون الجهة المشرفة عليها هي الحوزة العلمية الشريفة لا غير، سواء في ذلك قوات الاحتلال فإنهم لا يجوز لهم الاقتراب من المقدسات أو غيرهم ممن يدعي ملكية هذا المكان المقدس أبا عن جد. وأقول له إن الوحيد الذي له الحق بالإشراف عليها وبتعيين المتولي عليها هو الولي العام لا غير، وخصوصا مع وجوده وإن كنتم مستترين تحت قوة البعث وصدام سابقا فهو قد ذهب، فأنى لكم بعد ذلك أن تستتروا. أربعة، إنهم إن قاموا باحتلال النجف لأن أهلها غير قادرين على إخراجهم كما يدعونهم أو حسب نظرتهم القاصرة، فيمكن إخراجهم من مناطق أخر، يمكن لأهلها إخراجكم أيها المحتلون منها وبأسرع وقت ممكن. رابعا، بعد أن قامت قوات التحالف بحصار النجف وجب على جميع أهل الولاية، أي ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، كسر هذا الحصار الظالم الموافق للإرهاب، وذلك بالحضور إلى النجف لإقامة الشعيرة العظيمة الجمعة المقدسة التي لطالما وقفت بوجه الظلم، وها هي الآن تقف نفس موقفها المعادي للباطل وأهله، وستكون السلاح الفعال بإنهاء الحصار وإنهاء الاحتلال بعونه تعالى. اللهم محمد وآل محمد. فحي الله جهودكم وتعبكم للمجيء لإقامة شعائر الله، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خامسا، وإنكم بذلك أثبتتم إخلاصكم ومحبتكم ووفاؤكم لمن ضحى من أجلكم ولحوزتكم ولمرجعيتكم، وبذلك قد علم العالم بأسره أن العراق يبقى مخلصا لقائده ومرجعه ولا يرضى بالخضوع والذلة والتبعية والاحتلال، وسيعلمون أن قلوبكم مليئة بالطاعة والخشوع لله عز وجل والرهبة والخوف منه جل جلاله
ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء. سادسا، أن كل ذلك أي هذه التجمعات الهائلة العدد فهي كبيرة كمية وكيفية كما يعبرون، فهذا دليل على أن التيار الأكبر في العراق هو تابع لحوزته لا لمجلس الحكم الذي أسسته أمريكا، بل هم رافضون له على الإطلاق. فيتعين بعد ذلك عليكم حل هذا المجلس وإنهاء الاحتلال والهيمنة الأمريكية على هذا البلد المقدس، لكي يكون الشعب حرا في تقرير مصيره، فإن هذا هو المتعين حسب ما تدعون من الحرية والديمقراطية. سابعا، تم نشر أن الكثير من الأطراف بل الدول لا تريد استقرار الوضع في العراق. فنقول: واحد، أن من لا يريد الاستقرار في العراق هي أمريكا نفسها، وذلك لأن عدم الاستقرار ينتج منه عدم خروجهم وإنهاء احتلالهم للعراق. ومن ذلك فإنهم لا يريدون القبض على صدام وأتباعه لتبقى الحجة ببقائهم، وهي إلقاء القبض عليه والخوف من رجوعه إلى الحكم، وكلاهما غير صحيح، لا القبض عليه عسيرا ولا الخوف من رجوعه للحكم أمرا هينا، بل مجرد أنهم يستعملونه للضغط على الشعب العراقي الذي عانى الكثير منه ومن أعماله المخالفة للدين والإنسانية. اثنين، أنه ما هو الاستقرار الذي تدعونه؟ فإنه فيه أحد معنيين لا غير: أما الاستقرار مع فرض وجودكم وهيمنتكم عليه أو من عينتموه بدلا عنكم، فنقول أن هذا ليس استقرارا، بل اعلموا وتذكروا ما قاله الإمام الحسين عليه السلام: لا أرى الموت إلا سعادة، ولا العيش مع الظالمين إلا برما. وأما أن يكون من دون تربعكم على العرش وبعدكم عنه، فهذا الذي لا تريدونه أنتم لا غيركم بطبيعة الحال. إذن فمن لا يريد الاستقرار والاستتباب الأمني والسياسي هو المحتل لا غير، وخصوصا بعد معرفة أن الاحتلال والاستقرار نقيضان لا يجتمعان. ثامنا، يجب على جميع الشعوب في العالم مساندة الشعب العراقي المظلوم الذي عانى ولا زال يعاني من الاحتلال، وذلك لمصلحة العراق ولمصلحة العالم كله. فإن احتلال أمريكا للعراق إذا نجح سيكون بابا لاحتلال الكثير من الدول، أما بالطريقة نفسها وأما بطريقة أخرى هي أقرب للمكر والخديعة، وما أكثر الأساليب الملتوية التي تقوم بها أمريكا وأتباعها. فإن أمريكا قامت في الماضي باحتلال أفغانستان وغيرها، وأما الآن فالعراق، وفي المستقبل إيران لا سامح الله، والحبل على الجرار. تاسعا، أن وصف جيش الإمام عجل الله فرجه بالإرهابي هو حكم بلا دليل وقبل أوانه، فهل رأيتم منه ما هو مخالف للسلم والسلام والأمن والأمان حتى يكون إرهابيا؟ بل أستطيع أن أقول أن ما قمتم به من تشكيل جيش وشرطة هم الإرهابيين، لما يقومون به من دخول المدارس الدينية وتفتيش الناس وعدم تمكين الناس من الالتقاء بقياداتهم ومراجعهم ومنعهم من إقامة شعائرهم. وقد سمعت عن البعض أنه قال: لا بد من وضع حل لهذه الجمعة، وهذا تهديد ليس إلا، فانتبهوا لذلك رجاء أكيدا، كما قيل من قبل: أطفئوا نار الكوفة.
واني من هنا اقول لجيشنا الشجاع ان يلتزم بالاخلاق السامية والاحكام الشرعية، وليملأ قلبه حبا وطاعة لله واهل بيته سلام الله عليهم اجمعين. وهذا ما سيزيد من قوتكم وشجاعتكم، وهذا غاية في الشرف وفيه رضا الله عز وجل اكيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.